كما أوضح الجبير أن القمة طالبت بتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، أدانت ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من إرهاب ضد الشعب اليمني. أكدت على أهمية تطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، وأدانت الحوثيين الميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لإطلاقها صواريخ باليستية، وصلت عددها إلى 119 صاروخ باليستية اليوم إيرانية الصنع وإيرانية المنشأ، أدانتها بأشد العبارات، وكما أدانت ما تقوم به الميليشيات الحوثية من إرهاب ضد الشعب اليمني الشقيق، سواء في نهب المساعدات أو في الحصار الذي تفرضه على المدن والقرى أو في استخدام البشر كدروع وغيرها من وعرقلتها للعملية السياسية. كما دانت القمة فيما يتعلق باليمن دعم اليمني الإيران للميليشيات الحوثي الإرهابية ومدهم بالسلاح بانتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 2216، وطالبت من إيران الانسحاب من اليمن والكف عن انتهاك القرارات الأممية المتعلقة بذلك.